طيب القلوب بالصلاة على محمد وآل محمد. الأعوام تمضي ونحن باقون على العهد، على ذلك العهد الذي قطعناه بالحفاظ على كل شبر والدفاع عن كل شبر من المساجد المهدمة، ومنه هذا المسجد الذي نقف فيه الآن، والذي يمثل دلالة قاطعة على أن السلطة لا زالت مصرة ومستمرة في ذلك النهج الذي تتخلف فيه عن التزامها بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة. حتى لو انتقل هذا البلد إلى مرحلة التسويات السياسية، حتى لو، فإن هذا الملف سوف يبقى مفتوحاً على مصراعيه، لأن الجريمة التي وقعت إزاء هذه المساجد المهدمة وإقدام السلطة على هدم 38 مسجد ينبغي أن تكون حاضرة في الذاكرة الوطنية، وينبغي أن لا يغلق هذا الملف إلا بتقديم الجهات المتورطة في هدم بيوت الله إلى المحاكمة العادلة. ولا نطالب بهذا الأمر لأننا نريد أن نشفي غليلا في صدورنا أبدا، وإنما نطالب بهذا الأمر لأنه يمثل الحق، ولا نريد لأي مسجد من المساجد، لأي طائفة من الطوائف، بل لا نريد لأي مركز من المراكز الدينية للجاليات الوافدة أن يتعرض لما تعرضت له هذه المساجد. واهم 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 من يعتقد أن هذا الشعب سوف ينسى المساجد المهدمة. لن ينسى المساجد المهدمة، ولكم التاريخ، مرت 5 أعوام، ولو مرت 50 سنة أو 100 سنة سوف يبقى هذا الشعب يتذكر هذه الجريمة. إن أردنا أن نغلق هذا الملف فلا بد أن تمر الممارسات والخيارات للسلطة ب3 مراحل. المرحلة الأولى هي إعادة بناء كافة المساجد المهدمة في مواقعها الحقيقية، ومنها هذا المسجد الذي لا بد أن يبنى في هذا الموقع. ثانيا، تقديم الجهات المتورطة في الهدم غير القانوني الذي أشار إليها تقرير السيد بسيوني بصورة واضحة، تقديمها إلى المحاكمة العادلة. ثالثا، إنصافا للتاريخ وإنصافا للوطن، لابد لهذه السلطة أن تقدم الاعتذار لأبناء المذهب الجعفري، لأن هذه الجريمة هي جريمة بحق المذهب بأكمله. أن تقدم السلطة على هدم 38 مسجد فهذه جريمة في حق مكون أساسي من مكونات هذا الشعب. وأما الكلمة الأخيرة، لا نطالب بهذا الموقف ولا نصر عليه لأننا نريد فتنة أو نبتغي فوضى، وإنما نريد الخير لكل الوطن، ونسعى لخلق المناخ الذي تتعايش فيه كافة المكونات
دون احتقان، ولكن لصناعة هذا الواقع لابد أن ننصف التاريخ، ولا بد أن نصحح الإعوجاج، ولا يصحح هذا الإعوجاج إلا بالقيام بهذه الخطوات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار والوئام الاجتماعي في هذا الوطن. وأقول أخيرا، لو تعرض مسجدا من مساجد الأحبة السنة لحجرة، لمواجهة، لزجاجة، لكان موقفنا هو ذات الموقف. نحن لا نفرق بين بيوت الله، ولكن الحقيقة هي أن هذه المساجد استهدفت بناء على خلفية، للأسف الشديد خلفية كما أشار إليها تقرير بسيوني، قال إن توقيت الهدم وإسلوبه يعطي انطباعا عن كون ذلك عقابا جماعيا لطائفة بعينها. فإذا هذا الخطأ الكبير لابد أن يصحح بإعادة بناء المساجد والقيام بالخطوات الأخرى اللازمة لتضميد الجرح والإنصاف التاريخ. واهم 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 من يعتقد أننا سوف ننسى المساجد المهدمة. أستغفر الله لي ولكم، وأختم قولي هذا بالصلاة على محمد وآل محمد.